امتى حسيتوا يا فندم ان الحل هو في الثوره؟ يعني امتى حسيتوا حتميه 30 يونيو؟ ماذا لو لم تكن 30 يونيو، الثقافه كان هيبقى شكلها عامل ازاي؟ لا طبعا، يعني لولا 30 يونيو ما كانش هيبقى فيه ثقافه، وما كانش هيبقى فيه دور ثقافي لمصر، وما كانش هيبقى فيه دور فكري لمصر تقود به الامه العربيه والعالم الاسلامي الى الامام والعالم الثالث كله. احنا ادركنا ده مبكرا جدا من قراءتنا لادبيات هذه الجماعه وما كتبوه وما صرحوا به وما اعلنوه تماما، وهو انهم بينهم وبين الثقافه عداء مطلق وعداء لا يقبل الحلول الوسط ولا اي شيء. والحمد لله انه لا يقبل الحلول الوسط، لان ده انقاذ لمصر من مصير مجهول لم يكن احد يدري الى اين يمكن ان يقودنا. عظيم. استاذ يوسف، زي ما حضرتك ذكرت فعلا انتوا كنتوا الشراره الاولى لقيام هذه الثوره المهمه. كلمنا بقى عن اللحظه اللي خرج فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبيان وردود فعل المثقفين في هذا التوقيت. احنا بعد كده لم نكتفي بميدان التحرير وقررنا الاتجاه الى الاتحاديه. وذهبنا الى الاتحاديه، قصر الاتحاديه حيث مقر الرئاسه ومقر وفي ذلك الوقت مقر وزارة الدفاع. ويعني فوجئنا، وكنا متوقعين طبعا رغم المفاجأة الضخمة في بيان الرئيس الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي أنهى حكم الجماعة الطاغية الباغية، وكانت معاه رموز مصر حوله في ذلك الوقت من الكتاب ومن المفكرين ومن رموز الدينية ومن رموز المرأة المصرية. كان معاه يعني صورة تلخص مصر كلها في هذه اللحظة عندما يجتمع الكل في واحد، وعندما ينطق الفريق أول عبد الفتاح السيسي بلسان مصر وبلسان كل المصريين ضد هذه الجماعة الطاغية الباغية. ومن هنا بدأت هزيمتهم التي أصبحت مؤكدة فيما بعد. يعني إحنا النهاردة يمكن بنشوف اهتمام كبير بتوليد الدولة المصرية لبناء الإنسان وتعزيز الهوية المصرية. شايف ده إزاي عقب 30 يونيو؟ شايف الثقافة بقت عاملة إزاي والاهتمام بالثقافة المصرية؟ إحنا بنشوف دلوقتي مكتبات يمكن متجولة في جميع أنحاء الجمهورية في محافظات مختلفة، بنتكلم على مسارح وفي محافظات الحدودية كمان. شايف ده إزاي؟ إحنا كان فيه دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة كانت موجودة في صعيد مصر، يمكن ما زالت موجودة حتى الآن وتقدم عروض وتشرف على عروض تشرح للمصريين في الصعيد الجواني ماذا جرى في هذه الأيام المجيدة التي أنهت حكم جماعة الإخوان. وده دور متوقع من الثقافة، والوزارة بتعمل ده ابتداء من الكتاب المطبوع الذي يصدر من الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ومن الثقافة الجماهيرية، ومن كل الأجهزة الثقافية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، ومن المركز القومي للترجمة. عندما يصير الكل في واحد، هو ده عنوان عمل وزارة الثقافة في ذلك الوقت، وما زال مستمرا حتى الآن وبطريقة جيدة وممتازة، ويعني تخرج الشعب المصري من أزمنة إلى أزمنة، وتزيد من الوعي والوجداني المصري بالفن وبالأدب وبالفكر وبلوحة الفن التشكيلي وبالقصة وبالرواية وبالقصيدة المسرحية وبشكل جيد جدا وبشكل شبه ممتاز. وده بيتم حتى الآن وبطريقة ممتازة، رغم أنه أنا يعني حاجة تخرج عن التصديق أن مرت 10 سنوات على نهاية حكم الفئة الطاغية الباغية لمصر، وعلى اغتصابهم لحكم مصر واختطافهم لحكم مصر بطريقة غير شرعية وغير إنسانية، ووقوف كل الشعب المصري مع المثقفين وقبل المثقفين قواتنا المسلحة الباسلة التي أخذت بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي
الأمور بيدها وقررت تطهير البلاد من هذا الدنس ومن هذا الحكم العاجز عن فعل أي شيء.